بكم متابعي مسك الكرام، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من البرنامج المباشر معكم في رمضان. حلقتنا اليوم هدفها الأساسي هو مساعدتكم على تحقيق التعامل الفعال مع أطفالكم بشكل خاص في شهر رمضان، لحتى نكون قراب من كل سيدة عندها أولاد أو كل عيلة عندها أطفال وعندهم رغبة يحببوهم بالصيام أكثر. كرمال هيك رح تكون معنا الدكتورة رانيا عبد الرحيم، وهي استشاري نفسي متخصص بعلاج الاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال. رح ندردش سوا بكثير من التفاصيل المهمة. أما سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم فهو: كيف بتقنع أو بتشجع طفلك على الصيام؟ طبعا أنا متحمسة جدا لاستقبال اتصالاتكم على الأرقام 0355 0344 16 أو حتى 17. كمان فيكم تشاركونا بتعليقاتكم من صفحتنا ببث المباشر على الفيسبوك أو اليوتيوب، لحتى نسأل ضيفتنا مباشرة عن أي استفسار بخص أطفالكم. أما هلأ فخلونا نتابع تقرير عن الموضوع أعدته الزميلة مجدية كريمة، وبنرجع لنبدأ إن شاء الله. لرمضان نكهة مختلفة عن باقي الأشهر، خصوصا تلك المائدة الرمضانية التي تجمع الأهل والأحباب في جو جميل ومميز حولها، إذ يعزز شهر رمضان المبارك المحبة والألفة وتواصل العائلة، ويقرب البعيد ويجمع الأحبة على مائدة الإفطار التي تلم شمل العائلة الذي فرقته مشاغل الحياة الكثيرة والمتعددة. وهذه الأجواء تتيح الفرصة للصغار لتعلم معاني المشاركة وصلة الرحم، وأنه لا فرحة من دون الأهل والأحباب، كما يتيح التجمع النقاش وتبادل الحوار معهم في محاولة لفهم تغيراتهم العقلية وملاحظة تطورهم الذهني ومراقبة حالتهم النفسية والسلوكية، ما يساعد على فهم أكثر لهم. وعندما يساعد الأبناء الأم في تحضير مائدة الطعام قبل أذان المغرب أو عند جمع الأطباق بعد الانتهاء من تناول وجبتي الإفطار والسحور، تترسخ قيم جميلة داخل نفوسهم كالتعاون وتحمل المسؤولية مستقبلا. وبالتأكيد تفيد تجمعات رمضان في التخفيف من حدة تعلق الأطفال والكبار أيضا بوجبات الطعام السريعة التي يحصلون عليها من المطاعم، والإقبال على الأطباق الرمضانية اللذيذة المعدة بطريقة صحية في المنزل. وإذا أرادت العائلة غرس بعض القيم والعادات في أبنائها أو التخلص من عادات أخرى، فهذه التجمعات المباركة وهذا الشهر الفضيل هما فرصتان ذهبيتان لذلك. مثل ما تابعنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام تقريرنا حول أهمية التجمعات العائلية والجو العائلي، وأيضا أهمية إقحام الطفل أو حتى تعريف الطفل بمفهوم الصيام، وأهمية يكون عنده المعلومات الأساسية عن أهمية الصيام، فوائد الصيام وفضل الصيام. وكل ذلك أيضا سنتعرف تفاصيل أخرى مع الدكتورة رانيا عبد الرحيم، وهي استشاري نفسي متخصص بعلاج الاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال. بدي اقول لك العام وانت بالف خير دكتوره رانيا. وانت بالف خير يا اهلا وسهلا فيك. وانت بالف خير يا رب. دكتوره رانيا، السؤال العام بدايه: ما هو اهميه وفوائد الصيام لدى الاطفال؟ كيف نستطيع ان نفهم الاطفال مفهوم الصيام بشكل مبسط؟ تمام. الصيام على الأطفال نعرف يعني إذا كانوا لسه صغار بالعمر تحت العمر 2 سنة مش مفروض عليهم الصيام، لكن إحنا ممكن نبلش نعلمهم على الصيام، يعني حتى لو بيصوم أوقات قليلة مثلاً 3-4 ساعات لما يفيقوا من النوم. حلو. يحسوا يعني إنه في شيء اسمه التزام بالصيام، لكن حنا في طور النمو مش واجب عليهم الصيام دينياً وطبياً أو صحياً ذلك. جميل. إذن لكن التعويض يعني فكرة التدريج مثل ما عم تذكري حضرتك، كأنه التدريج بالصيام هو المفتاح لتعريفهم بمعنى الصيام. لازم يعني إذا كان الطفل فوق 7 سنين نبدأ نعوده إنه يصوم كيف لما كنا صغار يقولون صوم صيام العصفورة، مثلا إنه يصوم 3-4 ساعات أول ما يجوع نقول له هلا أنت تفطر وبرافو عليك 4 ساعات الله راضي عنك، يعني يبلش انه خليه يلتزم بشيء اسمه الصيام، يعرف شو يعني انه الصيام انه عم صوم عن الاكل، صوم عن الشرب فقط، يعني انه ما بصوم عن اشياء ثانيه يعني.
جميل. طيب دكتورة رانيا، إذا هذا الشهر المبارك هو فرصة بالفعل لحتى نقدر نكون قراب من أطفالنا أكثر، ونحاول بنفس الوقت نزرع القيم الدينية، يعني نزرع هون المفاهيم الدينية بشكل ملموس حقيقي. طبعا هو هلأ شهر رمضان أكبر فرصة لنا نحن الأهالي اللي دائما بأشغالنا ودائما الشغل أخد كل وقتنا. سبحان الله بيجي شهر رمضان الكريم بيكرم بسمح لنا أن نحن نكون وقت أكبر بجانب أطفالنا، بسمح لنا أن نشاركهم على سفرة واحدة. يمكن طول السنة ما فينا نقعد على سفرة مع أطفالنا من مشاغلنا، لكن بيجي فرصة شهر رمضان يجمعنا على سفرة واحدة منهم، نتقرب منهم، أغلب الوقت يكونوا موجودين في البيت. فهي الفرصة لازم نستغلها أنه نتقرب من أطفالنا، نعلمهم. مثلا نحن حابين دكتورة رانيا، بس من بعد اسمك الصوت شوي عم يقطع، في عنا مشكلة شوي بالصوت، ما بعرف إذا إن شاء الله بيتم تداركها أو حلها، لأنه عم يصير في شوية تقطع بالصوت، يعني مشان ما تكون الفكرة مشوشة أو مقطوعة. إذا إن شاء الله تكون مشي الحال هلأ. تمام أحكي؟ تفضلي. تمام. فنتقرب من أطفالنا بهذا الشهر الفضيل اللي معنا فيه وقت أكبر من الأيام الماضية، نتقرب منهم، نحاول إنه نغرس فيهم قيم وعادات مثل قيم الصدق، احترام مشاعر الآخرين، الالتزام بالوقت. يعني عارفوا مثلا نحن كيف لما بيكون وقت الصلاة بنقوم نصلي بنفس الوقت، وقت صلاة العصر المغرب. نعم دكتورة. إذا نحن دكتورة رانيا معلش، بس في عنا عن جد في للأسف مشكلة لحد الآن بالصوت. تمام، نحن مضطرين بس نطلع دكتورة رانيا فاصل قصير أكيد، ونرجع بعده لنكمل مع حضرتك وبيكون الصوت صار أزبط. متابعينا فاصل قصير. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات.
تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. عودة عن جديد متابعينا، وأكيد نحن مستمرين مع الدكتورة رانيا عبد الرحيم نحلت أكيد مسألة الصوت ومشكلة الصوت. متابعين معك دكتورة رانيا. يا أهلا. أهلا فيكي دكتورة رانيا. إحنا كنا قبل الفاصل عم نقول كيف بالفعل هو شهر رمضان فرصة لنستثمر هذا الشهر ونعزز القيم الدينية والعادات الإيجابية عند أطفالنا. نتابع شوي بهذا الموضوع أكثر، نتعمق فيه أكثر. تمام، حكينا إنه شهر رمضان الكريم بيكرمنا بوقته برضه، وفرصة إنه نحن نتقرب أكثر من أطفالنا لأنه معنا وقت الآن في شهر رمضان نتقرب منهم، نزرع فيهم قيمنا الإسلامية الأصيلة، نحاول نعدل بسلوكهم إذا ظهر أي سلوك سلبي أمام أعيننا أو كان في سلوك سلبي حابين نحن نعدله، فرصة نتقرب منهم ونعدل هذا السلوك، لكن لازم يكون تعديل هذا السلوك بطريقة لابقة، مش بطريقة الأوامر، مش بطريقة الصراخ، مش بطريقة الانتقاد، لأنه دايما بنقول إنه نحن الانتقاد بيعمل معنا مشكلة عكسية مع الطفل. يعني أنا لما مثلا بنتقده على سلوك هو عم بيعمله، أنا هيك بعزز فيه إنه قيم يعني سلبية أكثر من القيم الأولى اللي هي أو السلوك السلبي اللي عنده. لازم ما اتبع أبدا أسلوب النقد، دايما يعني استبدله بأسلوب المدح الإيجابي. كل ما عمل شيء مثلا إيجابي بحياته، التزم مثلا بوقت الطعام، غسل إيديه، فرش أسنانه، كل هاي مثلا القيم الحلوة اللي لازم يكونوا أطفالنا عليها، أنا امدح هذا الشيء، امدحه أمام الآخرين مشان عزز جوا مثل هاي القيم. وعلشان شخصيته كمان تقوى أكثر ويعرف إنه هو إنسان منيح، إنسان بناء، إنسان إيجابي، لذلك الكل عم يمدح بسلوكه. على العكس من ذلك، إذا نحن انتقدنا هذا السلوك، يعني استخدمنا أسلوب النقد، أسلوب النقد جدا أسلوب سلبي في تربية الأبناء. طيب دكتورة رانيا، لحتى نكون نحن واقعيين أكثر وقراب بالفعل من الأهل، في بعض الأهالي بيقوموا بإجبار الأطفال على الصيام، لربما هي تعزيز لعادات سلبية، أيضا تهديدهم بأمور إذا أفطروا فأنت مالك أكلات طيبة مثلا، مالك ما رح نخليك تشرب عصير، ما رح نخليك، أسلوب التهديد، أسلوب الإجبار، لربما هي هي أصلا من العادات السلبية واللي نحن بنمارسها بدون شعور أو بدون يعني إرادة ربما وعي. أكيد أكيد هذا الشيء يعني غير محبب أساسا. يعني الدين عسر وليس يسر، مش بس الدين يسر وليس عسر، حتى الصلاة سوري يسر، قلت نعم. يسر وليس عسر. تمام، معلش صايمين حتى لو غلطنا بكم كلمة. نعم. تمام، هلأ حتى مش بس الصيام، حتى كل مثلا أي شيء ديني، الصلاة، الصيام، العادات الدينية، التقاليد كلياتها لازم نحن نحببه فيها عن طريق التحبيب وشوي شوي درجة درجة، لكن مش نيجي بأسلوب الأمر أو بأسلوب التخويف والترهيب. يعني حتى
إذا كان في رخص للكبار في رمضان كيف للأطفال هدول؟ نعم. ثم أنه الأطفال بشكل من ناحية طبية يعني المفروض أنه هن صحياً جسمهم في طور النمو، جهازهم العصبي في طور النمو، يعني صحياً وطبياً هن قبل البلوغ مش مطلوب منهم أنهم يصوموا. إلا نحن موضوع التدريج في تعليمهم على الصيام. نعم. لكن مش الأمر والفرض. بعد البلوغ ممكن إيه أنه مثلاً نحن نحسسهم أنه حرام إنا ما نصوم، لازم نلتزم، وبرضو يكون في بسن المراهقة تحبيب برضو مش ترهيب بالصيام بأساليب مؤثرة وفعالة. أكيد دكتورة رانيا، نحن حناخد اتصال أول. جانا أحمد، يسعد أوقاتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك يا أحمد. الله يعطيك العافية. كيف صيامك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله الحمد لله. الله يتقبل يا رب. أحمد، نحن نذكر بسؤالنا التفاعلي اللي حابب هلأ يشارك فيه، وبنفس الوقت إذا حابب تسأل الدكتورة رانيا أي سؤال. سؤالنا التفاعلي هو كيف بتقنع أو بتشجع أطفالك على الصيام في حال كان عندك أطفال، أو في حال إن شاء الله يا رب الله يعني حيكرمك بالأيام القادمة. أنا عندي طفلة عمرها 8 سنين. يعني إذا كذا دكتورة إنه الطفل ما بيجي بالصراخ أو بالأوامر أو هيك، يعني ما بيصوم نتيجة الصراخ والأوامر. نعم. لو بتعلي شوي صوتك أحمد بس. إيه عفوا. أنا عم بقول إنه تقريبا لكذا دكتورة الطفل ما بيصوم نتيجة أوامر أو صراخ، الطفل بيصوم نتيجة القدوة، القدوة الموجودة اللي عم شوفها هو. حلو. يعني أنا بنتي مثلا، بنتي اللي عمرها 8 سنين، السنة الماضية كان تصوم مثلاً من الظهر للعصر، خلاص الجوع مخليها تفطر. هلا هالسنة يعني عم تزعل إذا ما خيرناها على السحور، وبتزعل إذا ما صامت اليوم كامل، ومع إنه عم بتحكي على برنامج الزوم، يعني عندها دراسة بتصير الصبح من 8 وللمساء عم بتضل صايمة وما شاء الله عليها. ما شاء الله حولك. والطفل اللي عم بيفطر القدوة بالبيت ما في حدا ملتزم بالصيام، ما في حدا ملتزم بالصلاة، أكيد هو ما راح يكون عنده شيء يشجعه إنه هو يعني يعمل مثله. حلو حلو هالكلام. اكيد الدكتوره راني هلا عم تسمع الموقف هذا، وان شاء الله اكيد حيكون لها تعليق. انا بدي اتشكر مداخلتك يا احمد، والله يحمي لك اياها يا رب ويحفظها. دكتوره رانيا، اذا عندك تعليق على مداخله احمد وتصرف بنته ما شاء الله. عفوا بس اختصري لي لانه الصوت ما كان واضح عندي شو اللي كان بيقوله، كان بعيد الصوت. هو كان عم يقول انه يعني شجع بنته، حسب ما كمان انا سمعت، شجع بنته على الصيام وصارت يعني تعودت على الصيام، وصارت حتى تزعل اذا ما عم تقدر تصوم لسبب او لاخر، يعني حسب ما سمعت من الكلام. وهي صار هلا ما شاء الله مواظبه على الصيام رغم صغر سنها. قديش عمرها؟ ما سمعت الصوت، او يمكن ما حتى قلنا العمر أحمد. العمر ما قلنا، يمكن احمد ما ذكر ممكن يكون اذا 8 او 9 انه عم بسمع الصوت انا من بعيد. نعم. هو كثير بكير لسه 8 او 9، زي ما قلنا بيكون تعويد على الصيام جزئي. نحن كمان ما بدنا نحسس الاطفال انه في ارهاق عم بيصير لعندهم، يعني خليني اقول من ناحيه نفسيه، نحن بأوقات لسه الصيف أوقات الصيام طويلة نوعا ما. نعم. فلما نحن بنجبر الطفل عليها هو ممكن يكون مبسوط جدا علشان إرضاء أهله، وإنه زي ما قلنا التحفيز بيكون إيجابي. نعم. فأهلي مبسوطين فأنا بدي صوم، لكن أنا داخليا تعبت جدا، ممكن يعمل لي إنه أنا عم بتعقد إنه من شيء اسمه صيام، لأنه أنا صغيرة كنت عم بصوم عم بتعب بس كرمال أرضي اللي حواليه، فتيجينا نتيجة عكسية. بالمستقبل نحن بدنا اياه بالمستقبل يحب الصيام. لما يكبر يقتنع بالصيام ويحبه. فخلينا نرقف بحال الاطفال، انه اذا كان الاوقات طويله والطفل اقل من 12 سنه المفروض انه يصوم صيام جزئي. الهدف مش بس هو انه اوصل له انا انه موضوع الصيام لازم يعرف انه الكبار لازم يصوموا ونغرس فيها هي القيمة. الهدف إنه أنا عندي قيم أخرى لازم كمان أبحث عنها وحاول رسخها فيه بشهر رمضان وغير شهر رمضان. بشهر رمضان فرصة لأنه نحن عنا الوقت كتير، في أمور سلبية بيتبعها أطفالنا هاي الأيام لازم إن نحن نغيرها فيه ونغرس القيم الإيجابية. الصيام من القيم الإيجابية، ونعلمه عليها تعليم جزئي زي ما قلنا إذا هو دون سن البلوغ. التزام بالصلاة، ليش نعلمه التزام بالصلاة هاي؟ حلو. اللي يبدأ يلتزم فيها ما فيها مشقة، ونوقف معه ونخليه يصلي معنا، لأنه الطفل بطبعه بيتعلم القيم أكثر عن طريق التقليد. هاي نقطة كنت حابة إنه الفت نظر الأهالي لإلها، إنه الطفل علشان أغرس فيه قيمة
القيم هاي بحب يتعلمها أكثر عن طريق التقليد أكثر من عن طريق إني أحكي له إياها أو أعطيها بصيغة الأمر. يعني لما بيشوفني أنا بتوضى وبصلي عند صلاة مثلا الظهر إجمالا، بنشوف الأطفال دايما بيلبسوا لبس الصلاة، إذا بنوتة حلوة بتيجي بتصلي جنب إمها وبتقلد إمها، ولو عمره سنتين تماماً بتلاقي إنه هو عم بيركع وعم يسجد وعم يلعب ومبسوط إنه هو حابب شيء اسمه الصلاة. فأنا هدفي أغرس فيه هذا الشيء. فممكن إذا كان 9 سنين إنه أنا مثلاً إله لازم تلتزم بالصلاة، فكل ما صلي نادي علي يجي يصلي معي. هاي أنا بلشت أعلمه على الصلاة. حلو. الصيام الجزئي، قيم أخرى، الصدق، الأمانة، الحفاظ على مشاعر الآخرين، مثلاً دنيا رمضان، بابا نايم، ما بصير إني أنا أزعجه، يحترم حقوق الغير، يحترم مشاعر الغير، يعرف إنه هيدا الشيء الله بيرضى علي إذا أنا مثلاً احترمت مشاعر الآخرين، احترمت ممتلكات الآخرين، أفرق ما بين ممتلكاتي وممتلكات الآخرين، ما بصير أنا أخذ شيء من غير ما استسمح من صاحبه، ما بصير روح أخذ موبايل بابا وألعب فيه وحط لعبة أو أفتحه من غير ما بابا يعرف. كل هاي فرصة إلنا برمضان، إنه الهدف مش بس الصيام، الصيام وأشياء يعني توابع لإله كتير، غرس قيم. يعني يا دوب فعلا هيدا الشهر نبلش فيها. نعم. طيب دكتورة رانيا، تعقيبا على موضوع الكذب اللي كنا عم نحكي، إنه بعض الأطفال ممكن نحن فرصة لحتى نعلمهم الصدق، بعض الأطفال بالفعل نتيجة مثلا إرهاق أهليهم بفرض الصيام عليهم، فبيلجأوا للكذب، بيروحوا بيشربوا مي من أفا ظهر الأهل، أو مثلا ممكن يفطروا بس ما يخبروا أهلهم إنه هن لا هن لساتهم صايمين. هون نحن كيف نتعامل مع هدول الأطفال، وكيف نتعامل أيضا الأهل نخليهم لا ما يتبعوا هاي الطريقة بإنه يكونوا بعاد عن أطفالهم لهذا الحد يلي يدفع الطفل إنه يكذب؟ هي النقطة اللي حكينا فيها، إنه نحن ما نفرض عليه شيء فوق قدراته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. فإذا كان هي يعني على الكبار، كيف على الصغار؟ فأنا لما بدي كلفه وهو بده يرضيني، أكيد ممكن يعمل هيك سلوك سلبي، يروح من ورانا إنه هو بيفطر بس يبين لنا إنه هو صايم، وفعلا ممكن نحن ما نعرف، وهو جوا ما بيكون مقتنع انه كثير بموضوع الصيام لانه هو تحمل مشقه، فانغرس داخله نفسيا. نعم. انه الصيام هيدا مشقه، في المستقبل لما بكون لحالي واهلي منهم حولي وبكون كبير ما رح صوم. ايوه هيك رح تماما. يعني نحن ما بدنا نثبت العكس جوا الطفل، وقلنا طبيا ونفسيا صحيا دينيا غير مكلف الطفل تحت البلوغ بالصيام. نحن فقط مجرد تدريب حسب سنه. عمره 5 سنين بنخليه يصوم ساعتين، عمره 7 سنين يصوم 4 ساعات. جميل. عمره مثلا 10 سنين فما فوق ممكن يصوم 5 ساعات بالكتير. يعني ممتاز ممتاز. إلا إذا كان هو مثلا فوق 13 12 بنيته صحية منيحة. ممكن إذا كان وقت الصيام قليل، لكن نحن هلأ بأوقات صيام جدا طويلة، صحيح، فيها 15 ساعة كبيرة قبل الصغير. نعم. فحرام، لا نحن هيك بنجهد الطفل وبنطلع بنتيجة عكسية بالمستقبل نحن ما بنحبها. نحن بدنا نحبب ابننا بالصيام، ما بدنا نكرهه فيه. بالفعل هو هذا محور اصلا حلقتنا دكتورة. على ما يبدو معي اتصال جديد. في اتصال يا شباب؟ ما في اتصال. اكيد نحن بس دكتورة بدي ارجع اذكر بسؤالنا التفاعلي لحتى نكسب اكبر قدر من تفاعل المستمعين والمشاهدين. سؤالنا اللي هو كيف تقنع او تشجع اطفالك على الصيام؟ شو هي الطرق اللي بتستخدمها لحتى تحببهم بالصيام؟ في معنا اتصال جديد اجا. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ان شاء الله تكونوا سالمين. وانت سالم يا رب. عرفني بس عن اسمك. انا ابو زيد مراد. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. تفضل، حابب تشارك بسؤالنا التفاعلي او تسال الدكتوره اي سؤال؟ هلا انا اللي لاحظته انه ما في داعي تبادر الطفل بنصيحه او بتوجيه بالنسبه لرمضان. الطفل هو رح يلاحظ في اختلاف في العادات. يعني انا تذكر اول يوم رمضان ابني سال والدته قال لها انه بابا كان يجي يفطر معنا ما عاد فطر شو الفطار، فهي حاولت تشرح له بهالطريقه مع انه ابني صغير بالعمر.
هذا أول شيء. يعني فكرك إنه مثلا ممكن في عادات كنا نحن نتبعها برمضان تغيرت، ممكن نحن نشرح لأطفالنا إنه تغيرت هاي العادات هيك حسب ما فهمت؟ هو رح يسأل بالأساس هو الطفل عموما بيكتشف الدنيا بعيوننا. يعني هو يعني أي أول إنسان رح يسأله هو أبوه أو أمه عن أي تغيير رح يحصل يعني بالنسبة لإله. فنحن شرحنا له عن رمضان وعن إنه نحن بالنهار ما بناكل، ما بناكل إلا بيصير الليل، يعني حاولنا نشرح له. أنا المقصود بالقصة إنه اليوم التعويض والتدريج شغلة حلوة أكيد تمام، لكن أنا كمان بتزرع القيمة عند الطفل. يعني اليوم أنا إذا أطلع صيامي تغير عاداتي للأحسن فهو رح يحب عادة الصيام بالأساس، يعني عبادة الصيام بالأساس. حلو حلو، فهمت عليك الفكرة. أكيد فهمت عليك، وضحت الفكرة 100%. شكرا كثير لمداخلتك دكتورة. كان عم يحكي أحد المتصل كان عم يقول أنه التعويض هو شيء ضروري، يعني هو شيء أساسي حقيقة، فرصة مثل ما قال لغرس كثير من القيم، لغرس كثير من النقاط حسب ما فهمت من الاتصال. فكان عم يقول أنه في بعض العادات السلبية ممكن تكون موجودة، لكن بالفعل نحن يعني كأهل هنا المسؤولين الأول والأخير عن غرس العادات الإيجابية. أكيد أكيد، والطفل زي ما قلنا بيتعلم أكثر من التقليد. يعني هلأ نحن ما بصير نقول لطفلنا على سلوك إيجابي ونحن نعمل بالبيت عكسه، لأنه الطفل بيحب يقلد، فنحن المفروض ناخد احتياطاتنا وننتبه أنه لازم نحن نطبق هالسلوك قبل ما نحن نحكي لابننا نكون فعلا عم نطبقه. مثال على ذلك، مثلا أنا لما بقول له دائما قبل أنت ما تيجي تاكل لازم تروح تغسل إيديك، لازم يشوفني أنا قمت أو غسلت إيدي قبل ما أبدأ بالأكل. أيوة تماما. لما بقول له لما أنت مثلا بدك تاكل لازم تسمي تقول بسم الله، لازم يشوفني أني أنا قلت بسم الله، فحيقلدني أكثر ما أعطيه الأوردر أو الأمر وأنا ما نفسه. فهو مقلد، فلازم ننتبه لهي النقطة، طفلنا بيقلد نحن شو بنعمل. تماماً. حتى لما بيكبر حيصوم لأنه ربي في عائلة بتصوم، ربي في عائلة بتفتح القرآن بتقرأ القرآن برمضان وغير رمضان. نعم. الطفل هاي الشيء كلها صور بتنغرس بذاكرته بعيدة المدى، فلما بيكبر هو بيسترجع كل شيء ولا إراديا بتحسي أنه هو بيرجع بيقلد كل شيء شافه وهو صغير، رح يقلد كل شيء شافه. نعم. أيوة رح يقلد، لكن مش طيب. ممكن إنه ينفذ أوامر كل شيء أخده كأمر. تمام. هو بيقلد دكتورة أكثر. رح ناخد اتصال فضل. كمان رح ناخد اتصال فضل. نكسب بالوقت كمان اتصال جديد. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان موضوع تفاعلي. السؤال تفاعلي. تمام تفضل. هو لازم الواحد يعود أولاده من صغر على شغلة الصيام والصلاة. الصوت شوي في مشكلة، كأن ما بعرف إذا بترجع بتحكي من أول وجديد. تفضل. عم أقول إنه شغلة الصيام والصلاة إذا الواحد عود أولاده على الصغر أحسن، لأن أنا الحمد لله من زمان كانوا أهلي معوديني على الصلاة وعلى الصيام، هلأ الحمد لله يعني بدون ما يفيني حدا على السحور في السحور لحالي ما شاء الله. حلو. وبدون ما يعني نعم يعني قبل أذان الصباح لو صلي الصباح قبل ما يأذن بخمس دقائق بقوم ما شاء الله. يعني هي الشغلة تعويض، يعني هي الشغلة الواحد لازم يعودها من الصغر. نعم ما شاء الله. الولد الصغير والأب صغري. نعم أكيد. بدي أتشكر مداخلتك نظرا لضيق الوقت، صار الوقت لنطلع فاصل. أكيد دكتورة إحنا مكملين مع حضرتك ومتابعة بالمداخلات، لكن متابعينا صار الوقت لنطلع لفاصل دقة الساعة ونرجع بعدها نكمل. خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود
ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم. واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. طلعت شمس الضوء يا أهلا وسهلا، فنجان قهوة نسوي مع مسك بتحلى. نبدأ اليوم أمل جديد، همتنا بتعلى، نمشي الدرب إيد بإيد، مستقبل أحلى، مستقبل أحلى. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا ببرنامج معكم في رمضان. المداخلة اللي كانت قبل الفاصل كانت دكتورة عم تحكي عن موضوع التعويد، وكيف نحن لازم مجرد ما العيلة جو العيلة متعود على أنه يشوف أهله، مثل ما قلت أيضا التقليد هو إلى حد ما أنه بيعملوا نفس التصرف، فهن الأطفال
أكيد رح يقوموا بنفس الشعور، لكن من وجهة نظرك ألا يجب أيضا أنه نحن بنفس الوقت ما نترك أطفالنا بدون معلومات عن الصيام؟ يعني ليس فقط التقليد والتعويد هن ممكن مفاتيح بأنه يتشجع الطفل على الصيام، ألا يجب أنه نبلش مثلا نقرأ له قصص عن الصيام، عن أهمية الصيام، أو حتى نقدم له معلومات بإسلامنا وتعاليم ديننا عن الصيام؟ طبعا اكيد موضوع الصيام هو اللي نحن هلا عم نعمله، انه صايمين مثلا فهو شايفنا، فهو عارف شو نحن عم نعمل اثناء الصيام، كيف بنلتزم بالصلاه، كيف مين نحضر الطعام، كيف نحن ما بناكل الا لساعات المغرب، كيف بيكون عندنا فرحه كبيره ونحن عم نجهز الاكل، وكل يوم عند المسلمين فعلا كل يوم كانه عيد عند المغرب. الفرحه هي بنخليه يشاركنا فيها ونحسسه اياها، نحن حاسين فيها وهو برضه يحس فيها، فهي كلياتها زي ما قلنا هو بيقلد، هو شو شايف؟ شايف جو فرح بينعكس عليه وبيعرف انه رمضان شيء حلو كثير، رمضان نحن بنعمل فيه طقوس وعبادات وبنقرا فيه القران وبنلتزم فيه بالصلاه اكثر واكثر وبنتقرب من ربنا. وكل افراد العائله عم بيصلوا، هو بصير يقلد زي ما قلنا الصلاه، بصير يقلد برضه انه هو يقرا القران، ممكن نخليه يعني يقرا بعض الايات الصغيره، فرصه انه نعلمه عليها، نتقرب منه، تعا اقرا قران مثلي مشان الله. نعم دكتورة، بس أنا هون المحور اللي عم بقصده بالضبط هو قديش نحن لازم بالفعل كأهل وعنا أطفال وكتار من الأشخاص اللي عم يسمعونا عندهم عائلات وأسر وأطفال بنفس الوقت، قديش لازم هنن بهذا الشهر يقرأوا العديد من القصص لربما للأطفال اللي بتغرس فيهم مفهوم الصيام بشكل حقيقي، يعني القراءة والتثقيف الطفل من ناحية المعلومات، أنا هذا اللي بقصده، ليس فقط من ناحية التقليد كشكل هنن بصورة عم يكتسبوا كسلوك بدون فهم لربما. طبعا هو زي ما قلنا التقليد وارد اوكي، لكن انه نحن فعلا نكسبهم عادات وتقاليد جديده، يعني نكسبهم عادات ايجابيه من خلال روايه القصص لهم، هذا طبعا كثير شيء مهم. حلو. وهذا الشيء بدانا نفتقده في رمضان وغير رمضان، بدانا انه ما بقى في مكان للقصه بين اطفالنا، ما بقى مكان لشيء اسمه قراءه، كل شيء اسمه صار موبايل، يعني الاخ اللي كان عم يحكي قبل الفاصل. نعم. إنه العادات ومنقلد ورمضان زمان، وعم نحاول نرجع رمضان زمان ونعلم أولادنا كيف نحن تعلمنا من أهالينا ونرجع أجواء رمضان زمان، بس فعلا. للأسف هذا الشيء على أرض الواقع أكيد أنت يعني بتوافقين الرأي، غير تماما. موجود حاليا تماما. غير موجود، رمضان هلأ اتغير، رمضان ما بقى رمضان اللي هو زمان. وبالنسبة لأطفالنا عم بيشوفوا رمضان بطريقة تانية، رمضان بعصر التكنولوجيا، رمضان بعصر إدمان الموبايلات من قبل الكبير أو الصغير. حضرتك إذا هلأ نحن يعني دققنا بالصورة بكل بيت، منلاقي الوقت اللي أكرمنا فيه ربنا بشهر رمضان، واللي منقول لازم نتقرب فيه من أولادنا، لازم إنا نحكي لهم القصص، لازم نزرع فيهم القيم والعادات، نعلمهم على التعاون ونخليهم يتعاونوا معنا، هو ما عم بيصير. رمضان شكله الآن في بيوت المسلمين أغلبها، ما عم بقول كلها يعني أغلبها، عم بيصير إنه كل واحد كبير ماسك الموبايل، والطفل بما انه مقلد بيزهق بمل، ما حدا عم بيحاكي، فبيروح برضه بيمسك الموبايل تبعه. نعم. فكلياتنا مدمنين موبايلات، هو لما بيصحى من نومه مثلا اذا يوم اجازه الكبير الاهل يعني بيمسك موبايله، وممكن اذا ابنه حاكاه بيقول له روح ما بقى ما فيني حاكيك انا صايم. هذا الشيء كثير غلط، انا بحب نوه له، نحن يعني لازم نتقرب من ابنائنا ونعطيهم فعلا شعائر رمضان بطريقه حلوه، مو بطريقه انه كل واحد ماسك موبايله وقاعد يعني متوحد مع موبايله زي ما عم نقول. نعم نعم. طيب دكتوره، شو الطفل بقلدنا؟ الطفل بهون حاله يعني فقد حقه بان نقرا له القصص، فقد حقه إن حتى نقعد نناقشه، نحاوره، نقول له عن نحن زمان كيف كنا، كيف كانت يعني كيف كنا
نعمل ونحن صغار في شهر رمضان، كيف كنا منحب الصدق، كيف كنا منتعاون، كيف كنا منعطي الجيران نسكب لهم سكبة منروح منعطيهم إياهم، يعني نعلمهم الكرم. للأسف يعني أكتر البيوت الإسلامية هلأ برمضان هذا الشيء الطفل عم بيشوف بس مجرد إنه بيقلد، برضو بيمسك موبايله وبيقعد يقلد أهله كيف ماسكين موبايلاتهم، ما بده يحكي مع حدا، وإذا حدا حكى معه هو كمان الصغير ما بده يحكي مع حدا. لأني أنا تركني أنا قاعد على موبايلي ما تحاكيني. صحيح، مندمج بموضوع السلبي موجود يعني. نعم. طيب دكتورة، هلأ نحن لنكون واقعيين وقراب من الأهالي أكثر، نحن عنا هي المشكلة، مشكلة إدمان أو ربما يعني تعامل الأطفال بشكل استخدام مفرط للموبايلات والأجهزة الإلكترونية الإنترنت بشكل عام، في هي مشكلة واقعة. وأيضا في زمن الكورونا نحن هلأ حاليا والحظر وما عاد في اختلاط واحتكاك مع الأطفال واللعب معهم مثل أيام زمان، كان هو فرصة بالفعل لحتى الطفل يفرغ طاقاته ويتحرك ونشاطه الحركي المكثف دائما للطفل. هون نحن هلأ نحن أمام أمر واقع، وجلوس في المنزل لفترات طويلة، حتى الدراسة اللي صارت عن طريق الانترنت واستخدام التليفونات والكمبيوترات وما إلى ذلك. نحن شو في عنا بدائل لحتى نفهم الأطفال مفهوم الصيام وأيضا القيم الإيجابية الأخرى مع في ظل استخدام المكثف للهواتف؟ هلا بالنسبه للاستخدام المكثف للموبايلات والشاشات، بحب خبرك انه حتى الطفل الصغير نحن بنشوفه هلا تحت عمر السنتين برضه بيمسك الموبايل وبيعرف يتعامل مع الموبايل. صحيح. وبيقول اهل مبسوطين كثير انه طفلنا ذكي، عم بيعرف كل الابلكيشن على الموبايل، عم بيعرف كيف يتعامل مع الموبايل ومبسوطين وبيتركوه معه بالساعات. بحب خبرك انه يوميا اكثر من 10 حالات بيراجعونا بالعيادة عندهم الأوتزم، صار عندهم التوحد، يعني اضطراب التوحد أو اضطراب الـ ADHD فرط الحركة وتشتت الانتباه مع اضطراب التوحد. من يعني السبب الرئيسي أنا بكتشفه لما بيجيني هذا الطفل من أنه هو قاعد بيستعمل بالموبايلات بساعات طويلة أو قاعد قدام شاشات التلفزيون بساعات طويلة. للأسف بحزن كثير على هدول الأطفال اللي بلاقي إنه حتى لما بعمل أنا الفحص لإلهم وبناخذ الهيستوري أوف ذا كيس تبع الحالة المرضية للطفل، بنلاقي ما في عندي أي سبب جينيتك يعني جيني سبب للتوحد، لكن بلاقي إنه هو مجرد ما قالت للأم إنه في أطفال بتقول للأمهات من 6 شهور بدأ يقعد على التلفزيون أمام شاشة التلفزيون ويستعمل موبايل، فبكتشف إنه التوحد إجاله بكل سماته، نفس السمات اللي بالجينيتك الاضطراب المرضي اللي هو الوراثي الجيني. ايوه اللي اجا نفس الجيني، زي لما الام بتكون حامل بطفل عنده التوحد نفس الاعراض وبتحتاج للعلاج، واذا ما تعالجت من اول فتره متعالجت بالتدخل المبكر رح بيزيد هذا الاضطراب. وفعلا الاطفال بيبقوا عندهم كل السمات، بتحاكيهم ما بيردوا عليكي، دائما يعني بتناديهم ما وهن ماشيين يعني بتناديه باسمه ما بيرد، بيعمل حركات نمطيه، بيتصرف من غير هدف، بيوصل عمره 2 و3 وهو ما بيقدر يحكي، ما عنده رصيد من الكلمات أو الجمل، كلها أعراض مرضية بتدل على أنه خلص حصل عندي اضطراب، وهذا الاضطراب بحاجة للتدخل المبكر. يعني تقريبا منعالجه خلال 6 شهور، ما بياخد معنا وقت. طيب دكتورة، خلينا نكون يعني شوي مبسطين الموضوع أكثر. الحلول لحد عم يسمعنا عم يشعر أنه ابنه عنده هاي الأعراض، الحلول المبدئية لربما أو الإسعافية خلينا نقول لهي الحالات؟ هلا هو بامكانه يعمل موضوع الاستشاره معنا على الصفحه، عندنا صفحه خاصه فينا اسمها التوحد وفرط الحركه دكتوره رانيا عبد الرحيم. نعم. يعني بس يكتب على الفيسبوك التوحد وفرط الحركه. نعم. يبعث يستشير انه ابني مثلا عنده هي الاعراض، هل هي توحد او لا، نحن فينا نطمنه. اذا الامور ايجابيه وهو بالسليم بيطمئن وخلص، اذا هي لا سمح الله بتدل على انه عنده توحد بيحاول انه يعرف بقى انه لازم يبدا العلاج سواء معنا من خلالنا احنا فريقنا الطبي او باي مكان هو فيه. لكن اذا تركنا اطفالنا، يعني هلا الموضوع نرجع للقصه اللي كنا عم نحكي فيها انه ادمان الاطفال للموبايلات وتقليدهم للاهل. وعدم تحكم الام باوقات الاطفال وتركهم امام الموبايلات بحجه انه انا ما فيني سيطر عليهم،
ما بيردوا علي. طيب دكتورة، بيبكي إذا أخذت منه الموبايل. هذا شيء كلياته يعني غير مسموح. هذا شيء بيدل على ضعف شخصية الأم. نعم، يعني نعم. ليش الأم إذا مثلا خليني حنتابع دكتورة حبت تنيم ابنها بكير؟ نعم بس حنتابع نحن وياكي سوا، تقدر تفرض عليه هذا الوقت؟ يعني أكيد حنتابع بهي الفكرة لأنه فعلا مهمة للغاية. خليها بالفقرة الختامية جداً. لكن مضطري لنطلع فاصل أخير وبنرجع بعده لنكمل. خليكم معنا. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت 0553-45-59. We'll be right back.
أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة. نحن متابعين مع حضرتك دكتورة رانيا، وكنتي قبل الفاصل عم تحكي عن نقطة مهمة جدا، كيف ممكن، هي أكيد نصائح للأمهات لربما لحتى يكونوا على أكمل وجه عم يتعاملوا بتعامل إيجابي ومؤثر مع أطفالهم. تمام. هلا زي ما قلنا انه موضوع الموبايلات وادمان الموبايلات من قبل الاطفال، يعني بالذات بركز على نقطه الاطفال، انه هذا الشيء عم بجيب لهم اضطرابات وامراض. يعني يوميا بالعياده عم نشوف حالات مستجده من الاطفال اللي هن لسه صغار بالسن، ما بين سنتين وثلاثه، عم تظهر عندهم اعراض الاوتيزم اللي هو التوحد وفرط الحركه، وعم بيضطروا طبعا انه نبدا معهم بالعلاج، لانه هو الاطفال ببلشوا يصيروا مفصولين عن الدنيا، ما عم يتفاعلوا ابدا مع اللي حواليهم، وعندهم اعراض مرضيه طبعا واعراض اضطراب. فلذلك يعني نحن ما بدنا مزيد من هول الاطفال عن طريق انه نحن نترك اطفالنا هن فريسه لهدول الموبايلات والشاشات. وهلا هلا بيقولوا لك الاهالي في دور للام دكتور، هلا بيقولوا لك الاهالي انه يلا خطي الصيام نهار طويل، خليه يمسك التليفون، خليه يضيع وقت، خليه يلعب شوي على هالموبايل، فبيتحججوا بزياده باستخدام اطفالهم لهالاجهزه. بالعكس، مش نحن لسه كنا عم نحكي باللوجيك وبالمنطق انه نحن لازم نستغل فتره شهر الصيام، نتحاور مع ابنائنا، نتناقش معاهم، نعلمهم قيم، شلون نعلمهم قيم ونحن سامحين لهم يقعدوا 24 ساعه من لما يقوموا او من لما يفيقوا من النوم، واذا اجازه يعني وقاعدين هن على الموبايل، يعني كيف صارت مثلا انه نحن بدنا نغرس القيم؟ لا، القيم اللي هلا رح يغرسها مثل ما بده اللي هو الموبايل والاكشن اللي عم يتفرجوا عليه والالعاب هي اللي عم تاذي نظرهم وعم بتخليهم وبتخليهم عصبيين. أنا عجبتني كتير فكرة، حتى حطيتها على الرابط تبع الصفحة تبعنا، إذا كل أم بتحب يعني تفوت تشوفها، قصة أم أمريكية لاحظت أنه أطفالها الثلاثة يعني هن مختلف الأعمار، في منهم 7 سنين وممكن 10 سنين وأكبر كمان، لقيت أنهم بدأوا يصيروا عصبيين جدا، استرس طول الوقت، نعم. ما عم يحبوا بعضهم، ما عم يتفاعلوا مع بعضهم، فقررت أنه هي تسحب هاي الموبايلات من حياتهم سحب نهائي. يعني موضوع كتير كبير انك مع مراهق انت تسحبي منه الموبايل ومع اللي اصغر منه وتوجدي بدائل لهذا الاستخدام. أيوة، لانه لقيت انه في اعراض اضطرابات عصبيه صارت عند الاطفال، من ناحيه انه يعني ستريس على طول، ما بتطيقوا كلمه مع بعضهم، ما بيحكوا مع بعضهم كاخوات، ما بيشتركوا مع شيء، كل واحد بياكل بوقت، كل واحد بينام بوقت. فهي قررت انه تعمل هاي التجربه الامريكيه ونجحت فيها كتير. انا ما بدي احكي بتفاصيلها نظرا لضيق الوقت، لكن انا رح نزل رابط هاي التجربه للام الامريكيه. جميل. على صفحتنا اللي هي اسمها صفحه التوحد وفرط الحركه دكتوره رانيا. نعم. حتلاقوا هذا الرابط موجود. بتمنى من كل ام يعني انه تقدر تقلد هاي الام الامريكيه، ما بدي اقول مثلا قطعا نشيل الموبايل، هي يعني ما راح تكون هي قد الام الامريكيه انها تقدر تشيل الموبايل تماما، لكن تتحكم بالوقت حسب سن الطفل. المستطع. يعني نعم. ايه، تحت 3 سنين ممنوع بتاتا، فوق 3 سنين مثلا بخلي نص ساعه، فوق 7 سنين بخلي ساعه. جميل دكتوره. تقول انا ما بقدر وبصير يبكي وكذا، طب وين شخصيتك انت كام؟ وين دورك يعني؟ نعم. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. تماما. حاسبك ربك بيوم من الأيام دكتورة، هذا الطفل بيوم من الأيام يمرض. تفضل. تماما دكتورة رانيا، نحن بإذن الله رح يكون في عنا حلقة خاصة عن كيفية تعامل الأمهات مع هدول النوعية من الأطفال. أنا بدي أشكرك بالختام دكتورة رانيا، بالفعل ما شاء الله مرق الوقت بسرعة. دكتورة رانيا عبد الرحيم، استشاري نفسي ومتخصص بعلاج الاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال، شكرا جزيلا لك على كل هالإيضاحات. أهلا فيكم، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. متابعينا، هي كانت حلقتنا لليوم ببداية الأسبوع يوم الاثنين، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منا بإذن الله. لقاءنا حيتجدد بكرة بنفس التوقيت الساعة 11:30. كنت معكم أنا هلا الملاح، تبوا بألف خير، إلى اللقاء. بالهي